السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا واهلا وسهلا بكم في قناة اسهل الطرق للوصول الى كندا. اذا كنت تشاهدني الاول مرة لا تنسى الاشتراك بالقناة وضغط لايك اذا عجبك الفيديو. واهلا وسهلا بكم. اليوم راح نتكلم عن شركة روبوفير. روبوفير هي شركة تقدم وظائف أكثر من 120 وظيفة متاحة. شركة لا تحتاج منك لا حساب بنكي ولا حتى خبرة. الشركة تعمل في الزجاج، أيوة، صناعة الزجاج، صناعة الأبواب والشبابيك الزجاجية. مرحبا فيكم بهذه الشركة. فريقنا متخصص من الأشخاص المتحمسين للغاية. إنها شركة ناجحة تدور حول المقابل والاحتياجات. طبعا أنت تيجي تقدر تقرأ الكل هنا، ما هي من وحدات الزجاج العازل، تلبي المعايير الصناعة العالمية، ثم تصميم الوحدات مع المنتجات، ثم اختيارها، توفر الشركة لكفاءتها وجودتها. وعلى سبيل المثال اشتستم الخدمة المستخدم في التصنيع في جميع الاختبارات الأوروبية الأكثر صرامة، يعني عندها مثل ما نقول ماركة موجودة في الأسواق الأوروبية، وهو أو صناعة الزجاج وعزل الزجاج ومن هذا الكلام. طبعا هنا يتكلم عن الشركة. الشركة تأسست في عام 1999 العفو. طبعا تقدر التقديم من كلا الجنسين، ان كنت من النساء او من الرجال فتستطيع التقديم على هذه الشركة. طبعا هنا عندك طريقتين للتواصل. التواصل الاول مرة تقدر عن طريق العنوان مالتها. شوف هنا ضابط التنمية، مندوبات مبيعات، مندوبات مبيعات، اتركهم على جهة وخليك على ضابط التنمية. هو هذا اللي تقدر تتصل به اذا كنت تريد تتكلم وياه باللغة الانجليزية والفرنسية، وتستطيع تتصل به وتتكلم وياه وتقول له انا اريد شغل. وعدهم هذا العنوان مالتهم، نحن هنا، هذا العنوان الكامل مالتهم موجود ويا التليفون والايميل ادريس اذا كنت تريد تراسلهم على الايميل ادريس. احنا هسه شرحنا الطريقة الاولى للتقديم، هسه نروح على الوظائف. طبعا هنا كل شيء مكاتب لك، كل شيء ما مكتوب، يعني لا يقول لك اريد حساب بنكي، لا يريد يقول لك اريدك مخلص ثانوية، ولا يريد يقول لك اريد خبرة، كل شيء ما يقول لك. يقول لك انت روبو مصدر قوة لفريقنا، يعني مصدر قوتنا هي العمالة اللي يشتغلون ويانا. هل ترغب في استخدام مهارتك وروح فريقك لتصبح جزء من شركة ديناميكية ذات رؤية واسعة النطاق؟ شوف دي يقول لك ارسل لنا سيرتك الذاتية، غالبا ما نبحث عن موظفين متحمسين يكرسون جهودهم لارضاء العملاء. نريد ان نتعامل مع عملاء موظفين بشكل صحيح. طبعا يتكلم من هذا كله، ارسل الينا طلبك، هذا العنوان، هذا الفاكس، هذا الايميل، وتنزل ننزل. لا انت لا تستعجل، هياته التسجيل قدامكم، وهسه حسوفكم اياه خطوة بخطوة وطريقة بطريقة. بس انتبه وياي اخي العزيز، هنا الاسم، العائلة، يكون الذكر او انثى، هنا السن، تبوك، كي تترجم باللغة العربية. انت راح تقول لي تبوك ما تعرفها، بس هي باللغة العربية الفصحى هي العنوان. تكتب عنوانك يعني المحلة والزقاق والدار والمنطقة، المدينة، هنا المدينة، مثلا اذا كنت انا ساكن في العراق في بغداد اكتب بغداد، المحافظة بغداد، الدولة العراق. الرمز البريدي، الرمز البريدي اخي هو الرمز مفتاح التليفون الموجود عندك، يعني 096 او 0964 او 0932، يعني كل دولة عربية ولها رمز بريدي خاص بها. طبعا هنا الهاتف الاساسي او التليفون مالتك الرئيسي، وهنا ترجع تخليه مره ثانيه تستنسخه، خليك تابع وياي للاخير. البريد الالكتروني تكتبه، طبعا دائما انبه البريد الالكتروني دائما لازم تكتبه بالاسم، باسمك وكنيتك الصحيحه اللي تقدم بها. هنا تبوك، شنو دا اقول لك تبوك، شنو دا اقول لك، يعني تكتب عنوانك، المحله والدار والزقاق والمنطقه، تكتبها هنا تبوك. عدت لكم اياها مرتين.
ننزل هنا على الرسالة التحفيزية. طبعا أكثركم ما يعرف شنو الرسالة التحفيزية، ولكن في هذا الفيديو واليوم بالذات إذا كنت تشاهدني لهذه النقطة بالذات راح أنزل وشوفك كيفية كتابة الرسالة التحفيزية. أشوف هنا أنا حترجمتها على المترجم، كتبت لكم إياها باللغة الفرنسية وراح أترجم لكم إياها باللغة العربية. شوف الرسالة التحفيزية شو تقول. سيدتي سادتي، نظرا لكوني أبحث حاليا عن وظيفة، اسمح لنفسي بتقديم ترشيحي للمنصب داخل شركتك لو سمحت، لي بتجربتي باكتساب كل المعرفة اللازمة للمستقبل المناسب لها الوظيفية المراد شغلها، تتيح لي المواجهة مع تقلبات الوظيفية، أكون قادر على الاستجابة كل ما هو غير متوقع في استقلالية كاملة. يمثل دمج شركتكم بالنسبة لي تحدي حقيقي المستقبلي، حيث يمكنني التعبير عن عملي وصدقي تماما. ما زلت تحت تصرفكم للحصول على أي معلومات أو مقابلات. أرجو أن تقبل سيدتي سيدي التعبير عن خالص تحياتي. طبعا راح أخليكم إياها هاي الرسالة التحفيزية بصندوق الوصف، وأنت ترجمها للغة الفرنسية أو الإنجليزية مثل ما تريد. وأنا هنا كتبت لكم إياها باللغة الفرنسية، وهنا كتبت لكم إياها باللغة العربية حتى تفتهم. ولكن شوف مثلا أجيب هاي أسوي لها كوبي، تشوف شوف شوف طريقة شلون، وجي هنا على الرسالة حط لها بيس. ها هي، بس رجاء لا حد يقول لي نقدر نكتب باللغة العربية. ما تقدر تكتب باللغة العربية كلها، لو باللغة الإنجليزية تجاوب على هالاستمارة، لو باللغة الفرنسية تجاوب على هالاستمارة. ولكن أنا أشرح للتبسيط للتنبيه لحتى تفهم علي أكثر، أترجم لك إياها باللغة العربية. وحتى هاي الرسالة راح أحط لك إياها نسخة باللغة العربية والنسخة باللغة الإنجليزية أو الفرنسية، حتى تأخذها وانت تنزلها او انت تترجمها وتريد تضيف عليها اضافات، مثلا تريد تكتب رقم تليفونك ايميلك بالرسالة. مثلا هنا نتكمل بالنهاية الرسالة تكتب الايميل مالتك ورقم تليفونك، ها هي ها هي، يعني تكتب اسمك رقم تليفونك ايميلك باخر الرسالة. طبعا انا ما راح اكتب ايميل وتليفوني، انا انطيكم مثال وانت تكتب اسمك ورقم تليفونك وضيفها في الوظيفة هنا. لو كل وظيفة تريد تقدم عليها تضيف هاي الرسالة التحفيزية دائما اتكلم عليها. وشفت اكو عجز بكم انه ما حد يقدر يستطيع كتابتها. طبعا راح اخلي لكم الموقع في صندوق الوصف، راح اخلي لكم اياه همينا في التعليق، اثبته باول تعليق حتى تستفادوا من الموضوع. هنا السيرة الذاتية يا اخوان يا اعزائي يا اخواتي، انت السيرة الذاتية ما تحتاج تكتب سيرة ذاتية كاملة، انت سيرتك الذاتية تقدر تطلعها من العم جوجل او خالو جوجل. حبيبي عزيزي انت تجيب بس نسخة وتشيل اسم وتخلي اسمك وتقدمه طبعا، وتقول مبعوث او ارسال مثل ما هي مترجم باللغة العربية وترسلها. هاي الطريقة الاولى، او العفو الطريقة الثانية. الطريقة الاولى انا قلت لكم عن طريق الايميل، دا تشوف هذا عن طريق البريد الالكتروني. اخذ هاي الرسالة نفسها اللي تكلمت عليها، اضيفها بالبريد الالكتروني وادزها لهذا البريد الالكتروني، مع اضع الاسم، اسمي، بريد الالكتروني، رقم التليفون في نهاية الصفحة، وادزها لهذا البريد على الشركة، وهذا عنوان الشركة وهذا رقم تليفونها والفاكس مالتها. انا دائما ابحث لكم عن جديد، دائما ابحث لكم عن اللي تستفادون منه، لان اعرف كل الزين انه انتم محتاجين لهذه الوظائف، وانتم تاج على راسي. واهلا ومرحبا بكم في قناتي، لا تنسى الاشتراك بالقناة إذا عجبك الفيديو، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.